حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بريده بن عبد الله بن ابي برده حدثنا ابو برده بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء